إنجينير عبد الرشيد محمد أحمد وزير كبترول كحكومة فدرالك الصومالية أيا وحو كهدلي قرشها وزارد ويكو صوبان دكتاي حرموين كشدالك إيا لغاها للصومالية كدب مركي سهمين لغو سمييي سيدو كلا وحو حسي إن هبك شرعيقة إيا هاي ذاك لدوان إيا دولادو ومري هند شرعيات كبترول كدالك وحاونات المامي إن ترتن كأي شركة ده الدنياها وفريدونان أفرت بشا أغوستو إيا سنت كان لنا جو جندونو بشا مارسو اي ساندكا سوسو عدا لباكن كوي لباتنكا. وسير عبد الرشيد ايا ميشا وحو كساري عبشوين كمدحدة مامو القولادية دا قاري كموجيين. شرعيقان او اي شيغان ان اي سان عدين قايبسيغا ساميغا يكتل قلنتي سكهور انتا ان لانسيحن شرعيقا. قولي عاش شعبكا اي اقل كساري اي بارلمان كسوماليا ايا انسيحيي شرعيقا بدرول كدالكا. وحان اللو قد بيه مدحوينها جمهورية دا فدرالك صومالية مضاني محمد عبدالله محمد فرماجي او صحيحي كونسو صاري فافنت رسميقا اه اي شرعيقاسي سعودي حاجي محمد تيفيق عالميقا اي كالسن مقدشو